وين ساكنة؟ كنت ساكنة بالمدينة الجامعية وهلأ عند رفيقتي. ايه ورفيقتك وين ساكنة؟ ما رح أقول لك. وليش ما رح تقولي لي؟ هلأ بدكم تطالعوني من هون ولا رح تخلوني؟ فيك تروحي يلا معك. ممكن بطاقتي؟ ايه تفضلي. شكرا كثير. خير. بلاقي معك 1000 ليرة؟ رح رجع. يسلم. يا ميت أهلا وسهلا بست جيهان. يسلمون. تفضل. أنه تبع خالتي؟ هذا. هاتي وهي إلك. يسلموا. صحة وهنا. ما قلتي لي شو عملت فيهم للمصاري؟ يسلموا ليكي. والله يا حبيبتي ما بعرف. بختار إيده مفتوحة للخير على طول. مين ما قال له ديني بمد إيده على جيبته وبيعطي هالعالم، حتى هو ما بيعرف وين راحوا. يا حسرتي عليه، بعدين هو ما عنده هالمصروف الكتير، عنده دخاناته وهالبيت. بس يعني 8 مليون مالون سهلي. مو هون الحكايه حبيبتي، القصة انه البيت والورشة والمحل مرهونين، هي هي كل الحكايه حبيبتي. لا حول ولا قوة الا بالله. الله يفرج عليه ويوفي البنك. ان شاء الله من تمك لباب السما حبيبتي. يلا خالتي عاوزة شيء؟ بكير قاعدة. لا والله تأخرت. أماني خليكي شوي. لا معلش يلا بالإذن. مع السلامة. الله يسلمكم. سعاد أمي ما حلوة، أمي ودعية. الله معك معادي ها؟ أكيد يلا باي باي. شرفتينا والله. مع السلامة. الله يسلمك حبيبتي. شفتي شو باين عليه هالدلال؟ يضرب حظنا، ما بعرف هالرجال شلون بينقوا نسوانه. لا والله كتير حلوة وناعمة. ناعمة بس مو حلوة، جوزة حلوة وشخصية أكتر منها. لا والله كتير حلوة. يحلوة بريك. وإلا هلأ رح تجيب شوية خضرة مشان تسوي لك عشاء. أنا مو قايلك ما تطلعي برات البيت بعد ما تعتم العين. حاضر. إمتى بيرجع خالد؟ خالد صاير عم بيتأخر بالشغل هالأيام. فوتي حتى ياكل فوتي. ماشي.